كمل الاخبار والخبر القادم من السلاح. مجلس اداره اتحاد السلاح برئوسه الكابتن عبد المنعم الحسيني كان اكد ان هو تلقى طلبات وتاكيدات الدول اللي بتحاول انها تشارك في بطوله العالم للناشئين والشباب اللي هتكون بدايه من منتصف شهر فبراير المقبل. الاتحاد كان اعلن ان اقامه البطوله هيكون خلال شهر ابريل اللي جاي، وان في استعدادات قويه لاستضافه البطوله على مستوى التنظيم وايضا على مستوى الاجراءات الاحترازيه الخاصه بالحد من انتشار فيروس كورونا. كمان ايضا الاتحاد كان اعلن بشكل رسمي انه هيتم ارسال بروتوكول الصحه الخاص بمواجهه فيروس كورونا لكل الدول اللي هتاكد مشاركتها، وهيكون ان شاء الله في متابعه مستمره من وزاره الصحه المصريه للحاله الصحيه للمنتخبات واللاعبين وكل اللي هيشاركوا في المونديال، لان حضراتكم عارفين ان مصر تمازت بشكل كبير جدا في الحد من خطوره هذا الفيروس. والحال الاتحاد الدولي كان اعلن فوز مصر بتنظيم بطوله العالم للناشئين والشباب بعد موافقه 126 عضو في كونجرس الاتحاد الدولي اللي اتعمل السنة اللي فاتت.